عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد درس جميل جدا في الاساليب في الصف الثالث الابتدائي. الدرس بعنوان اسلوب التعجب. درسنا بعنوان ايه؟ اسلوب التعجب. تعالوا نشوف اسلوب التعجب. احنا عارفين يا ولاد ان الاسلوب هو عبارة عن جملة. الاسلوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن جملة. تعالوا نشوف ايه هو اسلوب التعجب. اسلوب التعجب هو التعبير بالدهشة والتعجب نحو شيء ما. يعني انا في شيء ما او في حاجة مثلا عجبتني، فانا عايزة اعبر ان الحاجة دي عجباني او ان انا مندهش من الحاجة دي. بستخدم اسلوب التعجب، يعني انا بستخدم الاسلوب ده لما اكون في حاجة عجباني وعايزة اعبر عن دهشتي او اعجابي بالحاجة دي. تمام؟ طيب يتكون اسلوب التعجب من ايه؟ تعالوا نشوف الاسلوب بيتكون من ايه. بيتكون من ما زائد افعل زائد المتعجب منه زائد علامة التعجب. اسلوب التعجب بيتكون من ما زائد افعل، يعني كلمة تكون على وزن افعل، زائد المتعجب منه هو الشيء اللي عجبني، الحاجة اللي عجباني، زائد علامة التعجب. يبقى اسلوب التعجب بيتكون من ايه؟ ما زائد افعل زائد علامة التعجب. برافو عليكم. طيب بص بقى معايا كده يا ولاد، ما دي اللي هي اداة التعجب، الاداة اللي بستخدمها في اسلوب التعجب. دي اسمها علامة التعجب، العلامة دي اسمها علامة التعجب. تعالوا ناخد مثال. احنا قلنا تركيبة الاسلوب ما زائد افعل، يعني كلمة على وزن افعل، زائد المتعجب منه اللي هو الشيء اللي عجبني، زائد علامة التعجب. السماء جميلة، عاوزة اتعجب من جمال السماء، هقول ايه؟ ما جميلة، خليها على وزن أجمل، أفعل تبقى أجمل، المتعجب منه اللي هو إيه اللي عجبني؟ السماء، يبقى ما أجمل السماء، وفي النهاية بضع علامة التعجب. بص معايا. طيب هل يمكن أن يأتي المتعجب منه في بداية أسلوب التعجب؟ يعني ينفع المتعجب منه يجي في بداية الأسلوب، يعني يجي قبل ما التعجبية؟ نعم ينفع يا ولاد، يجوز ان المتعجب منه يجي في الاول. طيب ازاي الطريقة؟ شكل الاسلوب هيكون المتعجب منه في الاول زائد علامة ما التعجبية، يبقى المتعجب منه في الاول زائد ما التعجبية اللي هي اداة التعجب، زائد افعله لو كان المتعجب منه مذكر. افعله كلمة افعل هحط لها هاء ضمير في الاخر لو كان المتعجب منه مذكر. أفعلها يعني كلمة أفعل أحط لها ها لو كان المتعجب منه مؤنث. يبقى ينفع يجي أسلوب التعجب في المتعجب منه، ينفع يجي في بداية أسلوب التعجب؟ ينفع. إزاي؟ هجيب المتعجب منه في الأول زائد ما، بعد كده أفعله إذا كان المتعجب منه الحاجة اللي أنا بتعجب منها دي مذكر، أو أفعلها إذا كان المتعجب منه إيه؟ مؤنث. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف أمثلة. نهر النيل طويل. إحنا خدنا طريقتين للتعجب، الطريقة الأولى اللي هي بتبدأ بأداة التعجب، والطريقة الثانية اللي بتبدأ بالمتعجب منه. تعالوا ناخد الطريقتين. نهر النيل طويل هتبقى إيه؟ ما أطول نهر النيل. ما أطول نهر النيل يا ولاد، أو ما التعجبية، أطول على وزن أفعل، نهر النيل ده الشيء الحاجة اللي أنا متعجبة منها وعلامة التعجب. بصوا الطريقة التانية، هنجيب المتعجب منه في الأول. نهر النيل ما أطوله، شايفين على وزن إيه؟ أفعله، أطوله. ليه الهاء جت كده؟ عشان نهر النيل مذكر وعلامة التعجب. السماء صافية، يلا مين يقول لي هتبقى إيه؟ برافو. ما أصفى السماء، أو السماء ما أصفاها، شايفين يا ولاد بقت إيه؟ عشان السماء مؤنث، المتعجب منه مؤنث، فأنا جيت في الآخر حطيت ها تبقى أصفاها.
الجبل عالي، ما أعلى على وزن أفعل الجبل المتعجب منه وعلامة التعجب، ما أعلى الجبل. تعالوا الناحية التانية نشوف، الجبل المتعجب منه جه في الأول، ما دي أداة التعجب، أعلاه أو أعلاه، شايفين يا أولاد الهاء جاية عاملة إزاي من غير ألف، عشان هنا المتعجب منه إيه؟ مذكر وعلامة التعجب. الحديقة رائعة، هتبقى إيه بالطريقتين، ما أروع الحديقة أو الحديقة ما أروعها. طبعا أروعها برضو الهاء هنا جت هاء ألف علشان إيه؟ المتعجب منه مؤنث اللي هو الحديقة. تعالوا نشوف الأسئلة، أكمل كالمثال، الحديقة جميلة، ما أجمل الحديقة أو الحديقة ما أجملها، البيت رائع. يلا مين يقول لي كده يا أولاد؟ عاوزين نتعجب بالطريقتين، يلا بسرعة. سمع حد بيقول لي ما أروع البيت، برافو، ما أروع البيت، شايفين يا أولاد ما أهي أداة التعجب، أروع على وزن أفعل البيت المتعجب منه وعلامة التعجب. نستخدم الطريقة التانية ونخلي كلمة البيت في الأول اللي هو المتعجب منه، هتبقى إيه؟ صح كده، برافو، أنا سمع حد بيقول لي يا مس البيت ما أروعه، برافو، البيت ما أروعه، وعشان البيت مذكر جت أروعه أهي الهاء من غير ألف في الآخر. طيب الفصل واسع، تبقى إيه؟ ما أوسع الفصل، برافو عليكم، أو الفصل ما أوسعه، صح كده. الجندي شجاع، هتبقى إيه؟ يلا أنا سامع حد بيقولي ما أشجع الجندي، برافو عليكم، أو الجندي ما أشجعه، صح كده. الفيل ضخم، هتبقى ايه؟ برافو برافو، ما اضخم الفيل، صح كده، ما اضخم الفيل، او الفيل ما اضخمه، برافو عليكم.